بعدما أثار الجدل، هذا مصير مهرجان البيرة الأول في المغرب. قبل ما نبداو، ما تنساش دير جيم الفيديو وتشترك بالقناة ديال هنا الأمالة باش دائما توصل بجديد الأخبار. ألغت غرفة التجارة الألمانية مهرجان أكتوبر فيست الذي كان منتظرا تنظيمه في مدينة الدار البيضاء شهر أكتوبر القادم، بعدما أثار جدلا محليا ودوليا. وبعدما طرحت الغرفة التذاكر مبكرا ابتداء من 18 يوليوز استعدادا للمهرجان في أكتوبر القادم، قامت بحذف كل ما يتعلق بهذا الحدث الذي كان سيكون الأول من نوعه في المملكة التي تعتبر الإسلام دين الدولة. وقامت الغرفة بإزالة كل ما يتعلق بالمهرجان دون أن تصدر أي تعليق ليؤكد الإلغاء،